عليك حرج، هذا ده فيديو جديد النهارده، بنعمل فيديو جديد يا جدعان. شاهين السرور نزل فيديو كليب، انا مش فاهم. انا صراحه بتابع شاهين السرور، وقال ان هو راجع من كام شهر او حاجه زي كده، شهر واحد، وقال ان هو بيسجل اغاني اغنيه باين على ما اعتقد. بس انا بتابع شاهين السرور من 5 7 6، وانا عندي 3 سنين 4 5 سنين كده، 2015 14 كده. كان ساعتها شاد سرور مشهور، وكنت بتفرج عليه، كنت بحب فيديوهاته قوي زمان والله. بس في الاخر اتسجن، وكانت حاجه وحشه قوي. وبعد كده استنيت 3 سنين 4 سنين، الحمد لله نزل لنا فيديو الاسطوره النهارده. بقى قلت لازم العب الرياكشن معاكم، يعني مش بعمل رياكشنات كتير، بقالنا 3 سنين احنا كمان. طبعا النهاردة اهو ليه اهي ليه شوية، معرفش ليه. واو شكله الكليب جامد، الكليب شكله جامد من الاول. والله ما اتفرجتش عليه، فتحت اول بس نظرة وبصيت عليه من بعيد. التصوير جميل والصوت واو خالص. صوته حلو قوي، كلمة فخم قوي. جامد، التراب ده جامد قوي. مش عارف، جامد فشخ. سوري في الكلمة. بس انه كليب كده جميل، فاهم؟ حاسه في اسعى التأخير. حلوة أوي. يا جدعان الكليب جامد بجد، ما تنسوش تدوسوا على الاشتراك في القناة. الكليب جامد قوي ومليان امل، اتفرج عليه.